بس في سؤال بعدك، يعني في الأوضاع السياسية الآن في السودان أو في الشمال تحديدا تتجه نحو التصعيد، انتقال ترابي وقيادات المؤتمر الشعبي وآخرين، سمعنا اليوم قوى سياسية أخرى شمل الاعتقال، الحركة الشعبية مع القوى السياسية، هل حتتجه لتصعيد الموقف ولا في ترتيبات أخرى؟ موقفنا واضح، لأنه اجتمعنا 17 حزب، مطالبنا واضحة في ضرورة إدارة حوار جنوبي، حوار شمالي شمالي مثل ما دار الحوار الجنوبي جنوبي، وأن نصل إلى مؤتمر دستوري، وأن نحدد مستقبل الشمال وعلاقات الشمال والجنوب مع بعض. هذا يحتاج إلى نوع من الإجماع. اتفقنا جميعا أنه بعد إعلان نتيجة الاستفتاء ستجتمع قيادات القوى السياسية وستتخذ القرارات المناسبة. الاعتقالات الآن تضرب دعوة المؤتمر الوطني التي أعلنها الرئيس في القصر بدعوة القوى السياسية، ولا يمكن أن تدعو الناس من جهة وأن تدخلهم السجون من الجهة الأخرى. في نفس الوقت نحن لا نريد أن نقول أنه يجب أن نزيل المؤتمر الوطني ثم نتحاور معه. نحن المؤتمر الوطني لديه فرصة في الحوار الآن مع القوى السياسية. الحوار يجب أن يسبق أي شيء آخر. موقفنا واضح، نحن مع مطالب القوى السياسية في التحول الديمقراطي، مع مطالب القوى السياسية في ترتيبات دستورية جديدة، ومع مطالب القوى السياسية في أن الشمال يجب أن يستفيد من درس الجنوب ويرسم خارطة طريق جديدة. هذه مسألة ستخضع إلى صراع سياسي طويل ومعقد، ونتائجه تعتمد على ما سنفعله جميعا. نحن نقول الآن أن الفرصة أمام المؤتمر الوطني أن لا يسهب في هذا الاتجاه. هذا الاتجاه سيعمق الأزمة السياسية في السودان، وسيزيد من حالة الاحتغال والغضب الشعبي، وهذا سيكون خصم على المؤتمر الوطني وليس في مصلحته. ونحن سنقف مع الإجماع الوطني، سنقف مع المطالب القوى السياسية في الديمقراطية، سنقف مع حياة معيشية أفضل لشعب السودان. المؤتمر الوطني اتخذ سياسات غاية في القصوى تجاه الناس العاديين والفقراء، وأثر عدم حساسية بمعاناة الناس العاديين، هذا غير مقبول. المؤتمر الوطني الرئيس في الشهر الماضي كان له 7 خطابات، من خطاب القضارف إلى المناقل إلى خطابي الأخير في العلفون. في 7 خطابات كان هنالك خطابين متميزين، هما خطاب جوبا وخطاب القصر الجمهوري في ذكرى الاستقلال. فأي مؤتمر وطني نصدق؟ هل 5 خطابات أم الخطابين في القصر الجمهوري وفي جوبا؟ خطاب القصر الجمهوري وجوبا هو الطريق السليم. الخطابات الأخرى طريق مجرب في السودان وفي غير السودان، ولن يؤدي إلى نتيجة ولن يقبله شعب السودان. التجربة التونسية فتحت الشهية للقوى السياسية في السودان، لأنها يعني ممكن تطبق نفس أو ممكن تمشي في اتجاه ما حدث في تونس من تغيير. هل نتوقع تلك التجربة في السودان في الفترة القادمة؟ صحيح أنه البوعزيزي، محمد البوعزيزي، إحنا ما أجي على جسده، أجي على ذاكرة وروح الشعب التونسي وشعوب أخرى، وذكرها بأبيات حفظناها ونسيناها: إذا أراد الشعب يوما إذا يوما عرض الحياة إذا إذا إذا
يوم ما اراد الشعب الحياه فلا بد للغيد ان ينكسر ولا بد للي يعني ينجلي. ابيات ابو القاسم الشعبي الشهيره. على كل حال السودان نفسه لديه تجارب. السودان ليس خالي الوفاق وليس بلد تنقصه التجارب. شعب السودان هو الذي صنع اكتوبر 64 وابريل 85 ولديه تجارب وباع طويل. السودان الان به قضايا كبيره، به دارفور، به الجنوب الذي سيخرج، وبه عشرات القضايا الاخرى. الاتجاه الذي يريده وعبر عنه كافه القوى السياسيه هو الاتجاه ان نصل عبر الحوار الى حل الازمه الوطنيه. اذا رفض الحوار بالقطع لن شعب السودان لن يصمت على ذلك. ماذا سيفعل؟ نحن لا نريد ان نستبق الرغبه التي ابديت في الحوار، رغم ان المطار الوطني الان قد اتخذ اجراءات ضد القوى السياسيه وقام باجراءات مرفوضه واعتقالات لغاية القوى السياسية من ضمنهم الدكتور الترابي وآخرين. هذا الطريق جرب من قبل. السودان والحكم نفسه يجب أن يراجع نفسه. السودان ليس السودان الأمس، هناك تطورات جديدة، ما حدث في الجنوب، ما يحدث في دارفور، قضايا الفقر، قضايا المعيشة، هناك احتغان حقيقي في داخل السودان. هذا الاحتغان هناك فرصة للتعامل معه عبر الحوار وإيجاد سياسات بديلة للسياسات الحالية. إذا لم يتم ذلك فحينها الشعب السوداني أيضا سيجد الطريق الصحيح. ليس بالضرورة أن يكرر تجربة تونس بالمسطرة، ولكن يمكن للشعب السوداني ان تكون لديه مسطره اخرى. العلاقه بين الشمال والجنوب وقضايا مع بعد الاستفتاء، يعني حتى الان ما فيش يعني ما في حل وصلوا له الاطراف، المؤتمر الوطني والحركه الشعبيه، والفتره الانتقاليه 6 شهور لا يمكن ان تحل مشكله بعد 6 سنوات في الفتره الانتقاليه. لا، المشاكل يمكن ان تحل حتى في ساعه واحده اذا اراد المؤتمر الوطني ذلك. المشاكل لا تحل لغياب الإرادة السياسية. المؤتمر الوطني اتخذ تكتيك ومنهج غريب في التفاوض. عرضت عليه الحركة الشعبية أن تعطيه ما يريد في بعض القضايا إذا وافق على إجراء استفتاء سلس ودون تعكير صفو الاستفتاء، ورفض هذا العرض ولم يفاوض لأن يكون الاستفتاء مقابل حل بعض القضايا. الآن الاستفتاء أجري، وكان من الأسلم أن تحل هذه القضايا قبل الاستفتاء، ومن الأسلم كان تحل هذه القضايا في الدولة الواحدة قبل أن يتم إعلان أن هنالك خيار لشعب الجنوب أن يكون خارج السودان بشكل معهود. مع ذلك هنالك آراء غاية في الموضوعية وآراء تؤدي إلى جوار جاذب وآراء يمكن أن تعود في النهاية إلى توحيد السودان على أسس مختلفة. يمكن أن تعود توحيد السودان على أساس اتحاد من دولتين مستقلتين أو كونفدرالية بين الشمال والجنوب، وربما أخطار أخرى من بلدان الجوار. الآن الحوار الذي يدور تنقصه الإرادة السياسية. القضايا المطروحة قضايا مسألة حياة أو موت بالنسبة للطرفين وبالنسبة للدولتين. الخيار الذي يجب أن يسود هو خيار الاعتماد المتبادل، أن يعتمد الشمال على الجنوب وأن يعتمد الجنوب على الشمال، وأن يكون الشمال رابط بين الجنوب والعالم العربي والبحر والشرق الأوسط، وفي نفس الوقت أن يكون الجنوب رابط بين الشمال والشرق وجنوب إفريقيا، لا تحدث حالة استقطاب.
أن ننظر إلى أن نعطي رؤية لحل مشاكل ملايين الرعاة. أو مشاكل الرعاة هي مشكلة إفريقية، لأن البيئة الآن هنالك تغييرات بيئية متسارعة في كل إفريقيا، ولذلك مشكلة الرعاة في السودان يمكن أن تقدم حل نموذجي لكل إفريقيا. يجب أن نأخذ ذلك، لأننا نتحدث عن مصالح 13 مليون من السودانيين في حزام التمازج. هنالك قضية كبرى، قضية المواطنة، مواطنة الشماليين في الجنوب والجنوبيين في الشمال. قضية المواطنة يجب أن ننظر لها بعمق. وجود الجنوبيين في الشمال وجود الشماليين في الجنوب هو رابط عضوي لإعادة توحيد السودان مرة أخرى. أنت تعلم أن هتلر قتل